عاد أحبوش. الفكرة اللي بغيت نناقش في هذا الفيديو هي واحد الفكرة خاطئة واللي كيولدها الإيغو اللي في الإنسان، كيردها صحيحة وكيخليك عايش في واحد الراحة نفسية وهمية. هذه الفكرة هذه هي إذا عمت هانت. شناهي إذا عمت هانت؟ زعما كل شي دار شي حاجة واخا تكون هي خاطئة انت بلا ما تحس غتقبلها صحيحة بحال شي تلالة. واخا تجيك هاد الفكرة هادي ساذجة ولكن راه كلنا كنطيحو فيها بلا ما نحسو، وهاد الفكرة هي اللي كتسد الإبداع ديالك. انا اعطيك مثال في القراية، شحال من مرة في القراية كتسول على صاحبك شحال جاب، وإلا جاب نقطة بحالك ولا قل منك انت كتحس بواحد الراحة. هذاك هو الإيغو. وهاد الشي هذا باش سلبي هو انه واخا نتوما بجوج ما جبتوش مزيان، واخا ما جبتوش مزيان بجوج بيكم، كيجيك واحد الراحة ديال الانتماء انكم مادام بجوج ما جبتوش مزيان اذا عمت هانت. هي اللي كتوفر لك داك الاحساس بالراحة الوهمية. وللأسف هاد الفكرة هادي كبرات معانا، كبرات معانا كلنا، كل شي كبرات مع هاد الفكرة هادي ديال صاحبك ما جابش مزيان وانت ما جبتيش مزيان دونك صافي اذا عمت هانت، صاحبك ما راجعش اذا انت بلا ما تراجع اذا عمت هانت. وهذه الفكره هذه كاينه في الحياه كلها. المشكل في هذه الفكره هذه هي انها من الجانب ديال انك تشوف هذاك اللي فوق منك في الكراد حتى هي كيكون فيها الايغو، ما كتحملوش، ما كيكونش عزيز عليك، ما كتقبلوش الا كان هو زايد عليك شويه بالمعرفه ولا زايد عليك بشي حاجه، ما كتقبلوش وما كيعجبكش وما كيروقش ليك. هذاك تاني هو الايغو، حيت هذاك ما حسسكش بواحد الانتماء. علاش اغلبيه كيطلعوها في الترولات على السيونس مات؟ لانهم ما منتمينش لنفس الطبقه اللي على الاغلبيه. واخا يكونوا هما كاع ما على بالهم هاد الهضره هادي، يعني واخا يكونوا هما فايتين شي وحدين ولكن ما دايرينش في بالهم باللي راه هما فايتين شي وحدين، ولا دايرين واحد الطبقه ولا واحد الانتماء انهم هما طبقه وحده والاخرين طبقه وحده اخرى. ولكن هذا ما كيعنيش ان ما كايناش واحد الطبقه اللي كتعتبر راسها في واحد الانتماء بوحده مختلف على الانتماءات الاخرى، حيت كما قلت لك الايغو راه فينا كاملين ولكن بدرجات. ايوا دابا المفيد، الحل من هذه الفكره اللي تربات معانا هو انك تكون اوتسايدر، هو انك تكون لا منتمي، ما تنتمي لتا شي جماعه لتا شي طبقه، ما تحط راسك في حتى شي طبقه ولا شي انتماء، شي ادجكتيف كيف ما كان. وهذا لا انتماء اللي غدير غيخليك شويه بعيد على الايغو، غيخليك تشوف الامور بوضوح، غتشوف كيفاش تستافد من هذاك اللي عنده المعرفه، وغتشوف كيفاش تحتاط من الاخطاء اللي كيدير هذاك اللي ما عندوش المعرفه. بالطبع دابا ما كندويش على المعرفه المطلقه، كندوي على المعرفه النسبيه اللي كتبان يعني انك ممكن ديرها في الحياه وتنفعك. هاد لا انتماء غيخليك تخدم بلا ما دير واحد الاحتمالات، بلا ما تسقط واحد الطريق ديال واحد فاشل ولا واحد ناجح على الطريق ديالك انت، غيخليك غير تخدم وتخدم لراسك انت وتطور لراسك انت، ما تكونش منتمي لشي طبقه كما كانت لشي انتماء، حيت ان فوا كدير الانتماء كيجمد لك الابداع، حيت كتولي تلعب من زاويه وحده. بحال هذاك اللي كي مثلا تيكون في التايكواندو مثلا تيلعب غير التايكواندو، ما يمكنش يتجرد من التايكواندو ويمشي مثلا للايكيدو. انت كون لا منتمي لشي وحده فيهم، يعني تكون تلعب بالاساليب كاملين والاسلوب اللي كيجيب معاك كتمشي معاه. والغرض من هذا الشيء هو انه غيولد فيك الخدمه والابداع، وفي نفس الوقت تخلص من الايغو وتخلص من هذه الفكره اللي كبرت معانا اللي هي انك تكون في القبيله ديال اذا عمت هانت. يعني ما تنتمي لا لهذاك اللي قل منك، لا لهذاك اللي بحالك، لا لهذاك اللي فايتك. هذاك اللي قل منك واللي بحالك حاول انك تشوفه من بعيد تستفد من الاخطاء ديالو، وهذاك اللي فايتك حاول انك تستفد من التقنيات اللي جربها ونفعت معاه. ولكن بطبيعة الحال ما تنتمي لتا شي واحد فيهم، حيت هذاك اللي قل منك واللي بحالك غيولد فيك الانتماء اللي غيجمدك ويخليك في بلاستك، وهذاك اللي فايتك غيولد فيك داك الايغو، داك الغرور ديال انك عارف كل شيء.
وكل ما تزاد الإيغو كل ما المعرفة ديالك كتقل، وخا الإيغو تيحاول يبين لك باللي انت عارف، ولكن في حقيقة الأمر أنك عايش الانتماء اللي كيولد فيك داك الغرور اللي هو الوهم. لذلك كما قلت لك حاول أنك تكون لا منتمي، وفي نفس الوقت حاول تشوف كل شيء من بلاصة بعيدة. شوف الأخطاء ديال هذاك اللي قل منك، وشوف التقنيات ديال هذاك اللي فايتك، وخرج الناس من الكيان ديالك. الكيان ديالك بوحده ديالك انت، والكيان ديال الناس ديالهم بوحدهم، ويحترم الكيان ديالهم هو ديالهم. ما تحطش طريق ديال شي واحد ودير ليه الإسقاط على طريقك. كن خارج الاحتمال، خارج الافتراضات في أي مجال في حياتك، ماشي غير في القراية كندوي، في أي مجال. إلا كان صاحبك ما كيخدمش، ولا صحابك ما كيخدموش، ولا مدينتك ما كتخدمش، ولا الدولة ديالك ما كتخدمش، انت حاول أنك تشوفهم من بعيد، وحاول تكون ما منتميش ليهم، وحاول أنك تستفد من الأخطاء ديالهم، حيت هما الناس زوينين، تستفد من الأخطاء ديالهم وتمشي بعيد وتتهرب. وكون لا منتمي في الخدمة ديالك وفي التفكير ديالك، هكا غتبرمج راسك على الإبداع، لأنك كتولي تاخد أي شكل بلا ما تنتمي ليه. بحال ما كون أوتسايدر، كون لا منتمي.